الأمنيات أحلام رسمت بكلمات، نسطرها لوائح نكتب فيها المهمات، نسعى وأحيانا ننتظر آملين يوما أن تكون من المقتنيات. وهذه هي دورة الحياة، كالماء في البحار يتبخر للسماء فيمطر أنهارا تفرح بها الغابات. وفي أفضل الحالات ينزل المطر على قدر الحاجات، فإن فاض قتل الزرع، وإن شح جفت سواقينا وسكبت الدموع من مآقينا وتباعدت عنا أجمل الرغبات. ونبقى نحلم حتى نتعلم أن ما أبعده الله عنا كان لنا فيه الأفضل، وإن هبات الله لا تحصى وهي أعظم المعجزات.